بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح يكون في عندنا أول محاضرة في مادة توثيق ومراقبة الشبكات. رايحين نخصص المحاضرة لليوم لشرح السيلبس. طبعا زي ما كلكم بتعرفوا لما سجلتوا المادة، رقم المادة هاي اللي هو 134-61، وعدد الساعات المعتمد ليها 3 ساعات. إحنا بالفصل الدراسي الثاني 2020-2021، وبالعادة إحنا بنعطي المادة هاي بالمحاضرات القاعة رقم اللي هو 614 بالجامعة، لكن بسبب ظروف كورونا إحنا بنعطي المحاضرات تبعتنا أونلاين. الساعات المكتبية اللي قررناها رايح تكون يوم الاثنين ويوم الأربعاء، يوم الاثنين ويوم الأربعاء من الساعة 1 ولغاية الساعة 2. الوسيلة اللي رايحين نتواصل بها ممكن نتواصل من خلال الشات اللي موجودة بالليرنينج مانجمنت سيستم، أو من خلال اللي هو الواتساب. فاليوم واحد من الشباب اللي موجودين معنا بالمحاضرة بدنا يسوي لنا جروب على الواتساب مبدئيا للطلاب كلهم، وبالأسفل زي ما انتم شايفين في اللي هو الإيميل تبعي اللي بحب يتراسل معي على الإيميل، أو بحب يستفسر من خلال الإيميل إذا ما بقدرش اللي هو يدخل على الواتساب في الوقت يوم الاثنين ويوم الأربعاء من الساعة 1 إلى الساعة 2، كانوا يستفسر من خلال اللي هو الإيميل. المساق اللي إحنا بصدده اللي هو مراقبة وتوثيق الشبكات. صحيح، هو ضروري جدا مشان ضمان جودة الشبكات بشكل عام. لما نقول توثيق ومراقبة الشبكات احنا بنعني انه نتابع ونراقب الشبكة تبعتنا، نراقب أداها، وأيضا اللي هو لما نقول توثيق اللي هو نسجله. كيف يعني نسجله؟ يعني ممكن انه احنا نفحص الشبكه تبعتنا من حيث على سبيل المثال عدد الباكيتات اللي طالعه في مثلا الراوتر معين موجود عندنا داخل الشبكه، وعدد الباكيتات اللي طالعه منه، عدد الباكيتات اللي داخله وعدد الباكيتات اللي طالع منه في مثلا على الساعه 6 صباحا. رايحين نوثق هالنتيجه هاي كعدد بالسجلات تبعتنا، ونسوي اختبار ثاني. مثلا لنفترض انه كل ساعتين بدنا نسوي اختبار للشبكه تبعتنا، او كل ساعه حسب اهميه ونشاط الشبكه، وبنسوي عملية مقارنة. الهدف من اللي هو المراقبة تبعتنا انه نحافظ على أداء عالي للشبكة، وبالتالي إذا صار في عندنا
من الأرقام اللي إحنا قاعدين بنسجلها صار ملاحظة إنه في عدد الباكيتات اللي بتصل أكثر بكثير من عدد الباكيتات اللي بتطلع، معناته في عندنا ضياع بالداتا، وبالتالي إحنا لازم نشوف شو سبب هاي المشكلة ونعالجها مشان نحافظ على اللي هو مستوى عالي للشبكة. طبعا احنا رايحين نحكي عن التو سوتس اللي احنا بنستخدمها مينلي بالشبكات، اللي هي تي سي بي اي بي سوت والاو اس اي نتورك لاير سوت، ورايحين نحكي عن معظم البروتوكولات اللي موجوده في هاي الطبقات. الهدف الرئيسي من الكورس تبعنا اللي هي الكورس اوبجكتيف اللي نسميها، اللي هو فهم الطريقة اللي احنا بنسوي عليه بها اللي هو ملاحقة و اللي هو الكابتشرينج للباكيتات. الباكيتات اللي هي اللي قاعدة بتنقل الداتا ما بين تو بوينتس، اللي هي تنقل الداتا، تكون موجودة الداتا المعلومة يعني بتكون موجودة بهاي الباكيتات. يعني الباكيتات هي الداتا اللي قاعدة بتنتقل من وإلى. فإحنا رايحين نتعلم الطرق هاي وشلون بتشتغل، رايحين أيضا نتعلم اللي هي طريقة التحليل. يعني إحنا مجرد ما عرفنا عدد الباكيتات على سبيل المثال واللي طالعة واللي داخلة من النقطة معينة بالشبكة، الآن تصير في عندنا عملية اللي هو التحليل. التحليل رايحين نتعلم كيف إحنا بنحلل، شو المبادئ اللي بنقدر نستخدمها مشان نسوي عملية التحليل والبروتوكولات المستخدمة. طيب كمان إحنا الهدف من أهداف الشبكة تبع الكورس تبعنا هذا إنه نتعلم كيف نسوي عملية المراقبة على مختلف أنواع الشبكات، سواء كانت الشبكة صغيرة أو متوسطة أو كبيرة. وطبعا أخذنا من خلال اللي هو المواد الشبكات المختلفة إنه في بيكون عندنا عدة أنواع من الشبكات. طبعا اللي بيتحكم اللي هو نقول عنها سمول او ميديوم او بيج، اللي هو المساحه اللي بتغطيها زائد اللي هو عدد الاجهزه اللي بتكون موجوده عندنا داخل الشبكه، عدد الاجهزه اللي بتكون موجوده عندنا الشبكه. اذا هذول من النقطتين الرئيسيات اللي ممكن انه هن يحدد لنا انه حجم الشبكه هاي، حجم الشبكه هاي قديش حجم الشبكة هاي، صغيرة أو كبيرة أو متوسطة. أيضا رايحين نتعرف اللي هي من خلال مراقبة الشبكة تبعتنا، غير إنه إحنا بنراقب مشان نتأكد من performance تبع الشبكة تبعتنا، اللي هو كمية الداتا اللي طالعة واللي فايتة، التأخير في وصول الداتا. أيضا إحنا بنراقب اللي هو الأخطار الأمنية اللي ممكن تتعرض لها الشبكة تبعتنا. إذا كان في عندنا اللي هو مخاطر أمنية لازم إحنا نحمي شبكتنا، لازم يكون في عندنا إجراءات، وخصوصا من خلال اللي هو الأدمن المسؤول عن الشبكة. وقلنا إنه الأدمن ممكن يكون في عنده فريق يساعده، ممكن يكون في عندنا اللي هو المانجر تو مانجر، يكون في عندنا مور ذان وان مانجر للشبكه نفسها اذا كانت الشبكه كبيره جدا. وايضا ممكن نستخدم اللي هو الاوتوميتد سيستم بحيث انه يكون مساعد لمدير الشبكه او اللي بيصرف على اداره الشبكه في انه هو عمليه اداره الشبكه. ايضا راح يكون في عندنا فهم لعمليه الكونفيجريشن
والكابتشرينج الفلترينج والسوفت وير اللي احنا بنستخدمها في اجراء هاي العمليات على الشبكه تبعتنا. يتوقع انه في نهايه الكورس تبعنا أن يكون في عندنا اللي هو فهم وادراك للتولز اللي احنا بنستخدمها مشان نقوم بهاي المهام. ايضا اللي هو كمان يكون في عندنا كيف ممكن احنا نعد التقارير عن حاله الشبكه، كيف احنا نبدا باتخاذ الاجراءات مشان معالجه هاي الشبكات. كل هاي الفهم والمبادئ تكون واضحه عند جميع الطلاب بعد انتهاء اللي هو الكورس تبعنا. ايضا اللي هو عمليه وصف ل او معرفه ببروتوكولات اداره الشبكه ومراقبتها، سواء كانت السيم نتورك مانجمنت بروتوكول او الارمون اللي هو الريموت بروتوكول اللي بنستخدمها في، ولازم يكون عندنا فهم للتلنت والاس اس اتش، استخدام اليوزر نيم والباسورد، وايضا يكون في عندنا قدره على فهم يعني بعد ما ننهي احنا الكورس تبعنا اللي هو السيد ديفايسز نتورك رينج. هذول اهم الاشياء اللي ممكن احنا نحصدهم بعد ما احنا ننهي البرنامج الكورس تبعنا، يعني في نهايه اللي هو الكورس، في نهايه الكورس. الكورس اللي هو السكيدجول حاولت اني اوضح توزيع المحاضرات محاضرة محاضرة على كل أسبوع، بحيث أنه الطالب قبل ما يدخل أو المحاضرة بيعرف أنه شو المادة اللي رايح يأخذها اليوم. على سبيل المثال إحنا بالأسبوع الأول، يفترض أنه هذا الأسبوع الأول، بالمحاضرة الأولى رايحين نأخذ السيلابس اللي إحنا بنسولف عنه اليوم. المحاضرة الثانية رايحين نبلش بمراجعة للنتورك ديفايسز، نتورك ديفايسز. والنتورك ديفايسز أول محاضرة رايحين ناخذها اللي هي رايحين نسولف عن فوائد ومضار أو الجوانب الحسنة والجوانب الغير حسنة السيئة لأدوات الريبيترز والهبس والأكسس بوينت والبريدج والسويتش والراوتر. الجزء الثاني من نفس المحاضرة رايحين نسولف اللي هو عن الستاندرد اللي بتكون متعاونة مع اللي هو الوايرلس ميديا. بالأسبوع الثاني رايح يكون في عندنا اللي هو متابعة لشرح النتورك ديفايسز. في المحاضرة رقم ثلاثة رايح يكون في عندنا البيسك وايرلس كونكشن باراميتر والسكيورتي، وايضا اللي هو كيفيه اجراء عمل ترابل شوتينج للاجهزه اللي بيكون فيها مشاكل، وخصوصا اللي هو الراوترات والسويتشات. بالمحاضره رقم اربعه رايحين ناخذ اللي هو النتورك سيجمنتيشن، رايحين نتعرف شو يعني السيجمنتيشن وكيف بتتم عمليه السيجمنتيشن اللي هو في الشبكات. في الاسبوع الثالث رايحين نبدا ناخذ مراجعه سريعه للنتورك بروتوكولز، رايحين نتعرف زي ما حكينا به اللي هو بالاوتكم اللي هي التعلم، مخرجات التعلم. رايحين نتعلم بالاسبوع الثالث. بالمحاضره الخامسه اللي هو نراجع الاو اس اي ريفرنسز موديل سوت، وايضا رايحين نتعرف على layers operations واللير بروتوكول
باللي هو الاو اس اي موديل، وبتعرفوا كلكم الاو اس اي موديل في اللي هو 7 لاير او 7 لايرز، بتبلش بالفيزيكال لاير اللي هي لاير رقم 1، والابلكيشن لاير لاير رقم اللي هو 7. رايحين نتابع بالاسبوع الرابع. قبل ما نصل للاسبوع الرابع في عندنا الصحيح، حطينا تو اساينمنت زي ما انتم شايفين طولة الفصل، تو اساينمنت تو كويزز، يعني مشان ما نكثرش على الناس، لكن لازم احنا نستخدمها كاداه مشان نقيس ان الناس قاعده تشتغل ومتابع لنا. حطينا تو اساينمنت وظيفات اثنتين، وحطينا ايضا اللي هو كويزات اثنين. الاساينمنت الاول رايح ينطلب منك بالاسبوع الثالث. الاسبوع الرابع اذا راح يكون في عندنا متابعه لدراسه النتورك بروتوكول فاندمنتالز، رايحين نسولف عن البروتوكولات الموجوده بالابلكيشن لاير، اللي هي رايحين نسولف عن الاتش تي تي بي والدي ان اس والاف تي بي، يعني كامثله على هاي البروتوكولات. رايحين نسولف بالنتورك بروتوكول، رايحين نسولف عن الاي بي والاي سي ام بي والريب والاي ار بي. الترانسبورت لاير رايحين التو فيمس بروتوكولز، رايحين نسولف عن تي سي بي واليو دي بي. طبعا الحديث هنا والشرح مش راح يكون زي ما اخذناه احنا ببروتوكولات الشبكات باسلوب موسع، انما هو تذكير واعاده تقييم لطالب مدى تذكره لهي البروتوكولات، لانه ضروري جدا بالمنهج تبعنا هذا ان تكون انت على معرفه تامه بسواء النتورك ديفايسز او بالنتورك بروتوكول. ورايحين نعطيكم زي ما شفتوا اللي هو الاو اس اي ريفرنسز موديل. بالاسبوع الخامس رايحين نبلش باللي هو موضوع المادة تبعتنا، رايحين ناخذ نتورك اناليسيز اند دايجنوستكس. بالمحاضرة التاسعة رايحين ناخذ الترافيك كلاسيفيكيشن، بالمحاضرة العاشرة رايحين ناخذ الاوفر فيو تي سي بي نتورك ترابل شوتينج تولز، يعني التولز اللي احنا بنستخدمها في اجراء عملية الترابل شوتينج. رايحين ايضا في الاسبوع السادس نتابع باللي هو تقديم هاي التولز، رايحين نسولف عن الاي ار بي بينج والبينج باث والتريس روت والنت ستيت والان اس لوك اب والاي بي ريف. نفس الاسبوع، الاسبوع السادس اذا كان احنا بناخذ امتحانات فيرست وسكند وفاينل، راح يكون في عندنا اللي هو الامتحان الاول بالمحاضرة رقم 12 بالأسبوع السادس. الآن الأسبوع السابع مباشرة اللي هو رايحين ناخذ بها النتورك مونيتورينج بيسكس، البيسكس الأساسية للنتورك مونيتورينج لمراقبة الشبكات. رايحين نتعرف على اللي هو شو يعني نتورك مونيتورينج، ورايحين نتعرف على شو الأهداف الرئيسية، لماذا احنا بنقوم بعملية اللي هي المراقبة للشبكة، ليش احنا بنسوي الاجراءات هاي وبنتغلب وبنحط ناس وبنحط اوتوميتد سيستم مشان نسوي لنا عمليه مراقبه الشبكه. كل هذا رايحين ناخذه بالمحاضره رقم 14 بالاسبوع السابع. بالاسبوع رقم 8 رايحين ايضا نتابع في عمليه اللي هي النتورك مونيتورنج بيسك، رايحين ناخذ نتورنج مود اللي هو البريمسكس مود والمونيتورنج الراوند تاب بداية، بعدين ننتقل لأكثر اللي هو المونيتورينج بالسويتش انفايرومنتس، بعدين الروتد انفايرومنتس. رايحين بالروتد انفايرومنتس رايحين ناخذ اللي هو الروتد اند نون روتد بيست مونيتورينج، رايحين ناخذ باللي هو المونيتورينج الروتد انفايرومنت اللي هو الاكتيف والباسيف مونيتورينج، وايضا ننهي اللي عمليه اللي هو البيسكس بفهم كيف تتم عمليه المونيتورنج للوايرلس نتورك، يعني السابقات هن بالواير نتورك الشبكات السلكيه. اما اخر محاضره، المحاضره رقم 20 بالاسبوع رقم 10، رايحين نسولف عن اللي هو المونيتورنج بالوايرلس نتوركس الشبكات اللاسلكيه.
الآن بعد ما أخذنا المفاهيم الرئيسية هاي اللي هي Network Devices، وأخذنا اللي هو بعض البروتوكولات، أخذنا البيسك الرئيسية بعد ما عرفنا اللي هو شو يعني المونيتورينج وإيش إحنا بنسوي عملية المراقبة. الآن بنبلش باللي هو مرحلة أخرى بالأسبوع رقم 11، رايحين ناخذ Network Design and Planning. رايحين نتعرف على المبادئ الرئيسية في عملية اللي هو التصميم للشبكة. طبعا احنا رايحين ناخذ بمستوى البكالوريوس اللي هو الشبكات لان لوكال اريا نتورك محلية صغيرة بسيطة. رايحين نتعرف على المبادئ الرئيسية في عملية التصميم، وايضا في عملية اللي هو التعرف على الاستراتيجيات لتوضيع هذه الشبكات والاجزاء المكونة لها في، وكيف احنا بنوضع الاجهزة اللي اخذناها بالشابتر الاول او الوحده الاولى. بالاسبوع ال 12 رايحين ناخذ اللي هو النتورك ديزاين اند بلاننج، متابع عليه رايحين بلاننج فانكشن اللي تي سي بي اي بي سوليوشن. رايحين ناخذ مثال على الكامبس نتورك اكزامبل. يعني اذا بتذكروا سولفنا قبل المره قلنا انه على مستوى مثلا الكامبس على سبيل المثال اللي هو الشبكه الموجوده عندنا داخل الشبكه الجامعه. الشبكة اللي موجودة عندنا داخل الجامعة هي شبكة محلية لان نسميها الكامبس نتورك. رايحين نتعرف إذا على إنه كيف رايحين نتعرف على المبادئ الرئيسية في توضيع هذه الشبكة، الاستراتيجيات في توضيع الأجهزة اللي هي النتورك ديفايسز داخل هذه الشبكة، وأيضا رايحين ناخذ مثال بنفس المستوى اللي هو الوايرلس نتورك. إذا رايحين ناخذ مثالين رئيسيات بوضح لنا الآن بعد ما احنا ناخذ بالأسبوع ال 24 بالمحاضرة 24 سوري بالأسبوع الثاني عشر راح يكون في عندنا سكند إكزام، فيما إذا لو صار عندنا فيها سكند فاينل إكزام، وأيضا في الأسبوع الثالث عشر راح يكون عندنا دراسة اللي هو الجزء الآخر اللي احنا بنراقبه اللي هو النتورك سكيورتي ثريتس اند اتاكس. لما انت الشبكه تبعتك تتعرض لمخاطر امنيه، اذا لابد انه احنا ناخذ ونتعرف بالمنهاج تبعنا على المالوير والسبام الفيشنج اتاكس والريموت اكسس اللي هي التروجان. بالمحاضره 26 رايحين نتعرف على دي او اس ودي دي او اس، ورايحين نتعرف على الهاي جاك والاي بي سبوفينج وسنيفينج. اظن بالمحاضره رقم 26 ان شاء الله. النتورك سكيورتي ديفايسز اللي احنا ممكن نوظفها في الشبكه تبعتنا، رايحين نتعرف على النات والفايروول والبروكسي بالمحاضره 27 28. هذا رايح يكون بالاسبوع الرابع عشر. الاسبوع الخامس عشر رايحين نتعرف على اللي هو نتورك انتروجن ديتكشن، يعني اللي هو ان عمليه ملاحظه الخروقات الامنيه قبل ما انه يصير في لها تاثير على الشبكه. رايحين نتعرف على الاي دي اس والاي بي اس والسنورت از ان اكزامبل على اللي هو النظام اللي احنا بنستخدمه. بالاسبوع السادس عشر راح يكون في عندنا الامتحان النهائي، الامتحان النهائي. طبعا بالنسبة للمادة تبعتنا كوننا احنا بنعلم عن بعد البرزنتيشن ميثود اند تكنيكس اللي احنا بنستخدمها عملية عرض المادة تبعتنا، ميلي احنا اللي هو نستخدم رايحين نعتمد على اللكتشر والاكتف بارتيسيبيشن من الطلاب اللي بيكونوا موجودين عندنا داخل المحاضرة. رايحين نستخدم البروبلم سولفينج من الكتاب اللي هسه رايحين اورجيكم اياه، فيما اذا لو طلبنا الوظائف الثنتين او واحدة منهن في انك تحل المسائل الموجوده بالكتاب. راح يكون في عندنا اللي هي كوبريتيف ليرنينج والدسكشن ما بين الطالب والاستاذ او ما بين الطلاب. الاكتيفيتيز راح يكون في عندنا، ممكن يكون في عندنا اللي هو مشروع جماعي او مشروع فردي فيما اذا لو شفنا انه الوضع بيسمح. هاي كلها احنا اشياء بنستخدمها لعمليه التقديم والماده تبعتنا خلال الفصل هذا.
عملية الأدوات المساعدة اللي إحنا بنستخدمها مشان نحقق عملية التقديم هاي، رايحين نستخدم Learning Management System. Learning Management System من خلال Audio Video Support Facilities. بالنسبة للLab Activity والLibrary Resources، هذول الثنتين راح يكون بالفصل هذول غير فعالات بسبب ظروف اللي هو الكورونا، فيما إذا لو كنا داخل الجامعة رايحين نستخدمهن. وأيضا الاعتماد الرئيسي راح يكون من قبل الطلاب اللي هو على Lectures Note، اللي هو على النوتس اللي أنا بعطيك إياها واللي برفع لك إياها على نظام Learning Management System. الأسسمنت استراتيجي والتولز اللي احنا نستخدمها راح يكون في عندنا اللي هو بنستخدمها احنا مينلي مشان نحدد مين الطالب اللي متابع، مين الطالب اللي دارس، مين الطالب اللي فهم علينا تابعنا وفهم علينا شو المنسف. لذلك لازم احنا نسوي جدال مشان نقيم الطلاب، راح يكون في عندنا في السكند فاينل اكزام زائد الاكتيفيتي فايلز اللي هو الازد الكلاس بارتيسيبيشن، يعني يفترض انه الطالب يكون عندنا حاضر ما يغيبش. وايضا اثناء المحاضره احنا رايحين نخصص الوقت لعمليه المناقشه في اخر 5 دقائق. لذلك اذا كان الطالب عندنا مهتم بالماده حاضر، لا راح يصير في عندنا عمليه البارتيسيبيشن. لذلك هي من ادوات التقييم اللي ممكن تحصل بها علامه زائد الاكتيفيتي فايل اللي اساينمنت، زائد اذا كان في عندنا اللي هو البروجكت سواء كان الجروب بروجكت او الانديفيدوال بروجكت. اذا رايح يكون في عندنا فيرست اكزام سكند اكزام، في عندنا اللي هو الاكتيفيتيز فايل هاي اللي هي الكويزز والاساينمنتس او الانديفيدوال والجروب بروجكتس، رايح يكون عليهم 20 علامه و40 علامه على الفاينل. اي مبدئيا اذا كان في عندنا فيرست سكند فاينل، لكن من حيث الاكتيفيتيز يعني اقل شيء راح يكون في عندنا 2 اكزام اللي هو الميد والفاينل زائد الكويزز والاساينمنتات اللي هي الاكتيفيتيز فايل. مطلوب من كل طالب انه يتابع ويحضر، طبعا يقدم الامتحانات والاساينمنتات، واذا طلب اللي هو البروجكت سواء كان الانديفيدوال بروجكت او اللي هو الجروب بروجكت. طبعا الانديفيدوال بروجكت الاساينمنت او البروجكت او الاساينمنت هي انديفيدوال، فلذلك يفترض كل طالب يحل هاي المطلوب منه بشكل فردي وما يشاركش مع طالب ثاني، لانه للاسف اذا كان في عندنا اجابتين من طلاب اثنين رايحين الاثنين ياخذوا 0. اما اذا قررنا انه نعطي اللي هو جروب بروجكت، طبعا رايحين نوزع الطلاب الموجودين عندنا داخل الشعبه حسب عدد الطلاب لاكثر من مجموعه وحلوا بروجكت معين، لذلك هون مسموح انه اكثر من طالب يشاركوا بالاجابه. بالنسبه للحضور والغياب حسب تعليمات الجامعه في عندنا اللي هو 16% اذا كان معك عذر، بعديه رايحين احنا بكل اسف انه نضطر انه نفصل الطالب من المادة. بالنسبة لي الانتراكتيف ويب سايتس، طبعا حطيت لكم اللي هو ميلي ون ويب سايتس ريفرنسز تكست بوك، اكثر كتاب يتم مراجعته اللي هو النتورك مانجمنت برنسبل اند براكتس، صحيح كتاب قديم لكن يعني ما فيش تقريبا غيري وجدنا كريفرنسز نحط لكم اياه. لغاية هون أنا بكون أنهيت شرح السيليبس تبعنا. اللي عنده أي سؤال رايحين نفتح مجال للأسئلة، فمين عنده أي سؤال على السيليبس أو المادة اللي قدمناها اليوم؟ تفضل. يعطيك العافية دكتور. مالين دكتور، المادة فيها لباك؟ لا المادة لا ما فيها لا.
غيره مين عنده أي سؤال أو أي استفسار؟ أي سؤال أو استفسار؟ كله واضح دكتور. طيب إذا ما فيش عندكم أسئلة، إحنا لغاية نكون أنهينا محاضرتنا لليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.